مساء الخير أحبائي وأعزائي، كل عام وأنت بخير. تعالوا النهاردة نشوف حدث جميل جدا جدا على عظمة البابا كورولوس السادس ومحبته وسلامه. شوف كده البابا كورولوس، الشخص الشماس ده اللي كان بيدور البابا كورولوس، إيه اللي حصل؟ البابا كورولوس لتلميذه بيقول وشماسه: أنت زعلان يا ابني علشان شخطت في الست؟ يعني كويس ان الست دي تقعد تقول اعترافها ومشاكلها قدام الناس، انا شخطت فيها عشان استر عليها. شماس فاضل جميل بالكنيسة المرقسية بيحكي الواقعة دي اللي بتدل على عظمة البابا كورولوس. في يناير سنة 71 كان البابا دايما بيستقبل الشعب رغم مرضه الشديد ورغم انه كان يعيش في ايامه الاخيرة. يقول الشماس انه سمع البابا كان بيقعد يزعق لست كبيرة وعجوزة ويقول لها: كفاية يا ست، كفاية، يلا مع السلامة، واكتبي لي عنوانك. فقلت بنفسي يمكن شدة مرض البابا كورولوس جعلت خلقه بقى ضيق يضيق من الشعب، وفكرت ان استدعي له الطبيب. وبنهاية اليوم شعر البابا بالروح باللي انا كنت بفكر فيه، ففوجئت بالبابا بيقول لي: انت زعلان عشان شخطت في الست؟ يعني يا ابني يرضيك انها تقعد تقول اعترافها ومشاكلها قدام الناس، انا شخطت بيها عشان استر عليها. ووقتها شعرت بالحرج انه عرف بكان اللي بيدور في فكري. بعد كده قال لي: خد الظرف والقربانة دي ووصلهم للست. وبعد بحث طويل عن بيت الست الكبيرة العجوزة دي، هذه المرأة عرفته وخبطت على بابها الساعة 11 بالليل وقلت لها: البابا بيسلم عليكي وبعت لك الظرف دوت. بعد كده تاني يوم وجدت سيدنا بيقول لي: كده يا ابني برضو تخبط على الناس الساعة 11 بالليل؟ المهم ان الموضوع ده فضل يتكرر في شهر يناير وفبراير ومارس، ولكن طبعا نظرا لانشغالي بمرض سيدنا نسيت بعد كده اروح للست جاية. وبعد نياحة البابا بشهر جاءت احدى السيدات وقالت لي: سيدنا بيقول لك وصلت الامانة للست ولا لا؟ قلت: امانة ايه؟ ده البابا تنيح. قالت: كنت في مزاره في العباسية قبل دفنه في مزاره في دير مريمينا، وقالت كان عندي مشكلة خاصة والبابا ظهر لي وحل لي المشكلة وقال لي: عايز مني خدمة يا بنتي، روحي للشماس فلان الفلاني وقولي له البابا بيقول لك وصلت الأمانة لصاحبتها ولا لا. يا سلام على معجزات وعظمة هذا القديس العظيم، مجدا لله في قدسيه، فليكن اسم الرب مبارك. الرجل المعجزات، رجل المحبة، رجل السلام. أحبائي وأعزائي، لو عجبكم الفيديو أرجو الاشتراك في القناة، ولكم مني كل الحب والتقدير.